ملتقى تراثنا 2030، مبادرة السادة نور رشيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مملكة البحرين اليوم الثلاثاء 4/1/1441. الآن أتواجد في مكان جميل جدا جمع بين الماضي والحاضر بتصميمه الفريد والمميز. طبعا لو لاحظتوا هنا الركن هذا ما شاء الله كله قطع وأدوات قديمة ومن الحاضر، شو التليفونات والربابة، الدلة قطع. يعني الآن الجلسة هذه أو الركن هذا يختلف عن الركن هذا، شوفوا فيه اختلافات حقيقة. المكان مميز ومريح، حتى جلسته مريحة وممتازة. شوف الركن هذا يختلف بديكوره عن الركن هذا، صراحة المكان رهيب ممتاز جدا زي ما تشوفون. يميز هذا المكان الهدوء والراحة للي بيجلس فيه. وقت ممتع لكم وفي أمان الله.